التمييز ضد المرأة أو مكافحة التحرش. أنا بحلم بيوم إن إحنا نشتغل على بيئة تنافسية عادلة. بيئة تنافسية عادلة للجميع. يعني أنا مش هفكر في تمكين المرأة ولا هفكر في تمكين الرجل، أنا هفكر في تمكين الكفاءات. يعني المفروض ده هو نظر. تمكين الكفاءات هو المعيار الأساسي. ولذلك إحنا في الجامعة، وأنا ما كنتش واخد بالي من الحكاية دي، بس يبدو ان السوفت وير هي اللي بتحكم عملي دون ان ادري. يعني اول مدير مكتب لمكتب رئيس الجامعه امراه هي التي تولت معي عندما توليت رئاسه الجامعه. فمديره المكتب امراه، مديره المكتب مدير قطاع مكتب رئيس الجامعه. ايضا مدير الصناديق الخاصه جناح رئيسي الجامعه المالي امراه. وامبارح مديره للمواصله او الميزانيه امراه. فيبدو ان تمكين المراه يحكمنا دون ان ندري. انا طبعا ما كنتش بفكر ان هي امراه او رجل. انا كنت بفكر ان احنا بنبحث عن الكفاءات اللي يقدروا يديروا هذه الاماكن بشكل افضل. فيطلع رجل ويطلع امراه مش مشكله. ففي كل الحالات اللي فاتت دي طلعت امراه. فانا عندي مدير قطاع مكتب رئيس الجامعه امراه، وعندي مدير الموازنه امراه، وعندي مدير الصناديق المركزيه امراه، عندنا عده عمداء. عميدات الاعلام، الاقتصاد والسياسيه، الاعصار، الدراسات العليا، عندنا العديد من الوكالات. والاهم من كل ده انا شخصيا رئيس في البيت امراه. ففي الحقيقه يعني انا بهني وحده مكافحه التحرش، وارجو ان هي تتحول الى وحده من اجل ان تعمل على مستويات اكثر تعددا. بس طبعا بنروح عليه بقى، يعني بنروح علينا احنا وعلى المجلس القومي وعلى الامم المتحده بالمرحله، انه مش دكتوره مها مشتاقه جدا للدكتوره غاده وكل الفريق اللي معاكم هايل في الحقيقه. فانا اتمنى لكم كل التوفيق في عملكم، واتمنى ان هذا العمل يتسع ليشمل مستويات عديده من اجل تمكين المرحله. انا عايز اقول كمان ان في جامعه القاهره التمييز اصبح شيء من الماضي. في جامعه القاهره التمييز ضد المراه اصبح شيء من الماضي، ده مش موجود. طبعا في حالات تحرش، بس دي حالات فرديه معدوده على اصابع الايد الواحده، ويتم اتخاذ قرارات معاها زي ما حصل في جامعه في امريكا، وربما يحدث في بريطانيا، وربما يحدث في الصين. لكن في الاخر انت في جمهوريه جامعه القاهره عندك 260,000 طالب، عندك 60,000 عضو هيئه تدريس وموظف اداري وعامل، انت بتتكلم في حياه الالاف. فلما تكون ثلاث اربع حالات في السنه ويتم اتخاذ الاجراءات القويه معاهم، ده شيء مهم. يعني بعض احد الاساتذه احنا بنواجه ده بحسن. احد الاساتذه لما تم تداول على ان هو تحرش الجامعه، انا على طول امرت بتحويله للنيابه العامه ولم اكتفي بهذا. لم اكتفي بتحويله للنيابه العامه، ولكن حولته لتحقيق داخلي جوه الجامعه. هذا التحقيق لا يزال مستمر امام مجلس التاديب، ومجلس التاديب هو محكمه قضائيه مستقله داخل جامعه القاهره. فجامعه القاهره لن تتهاون مع التمييز، لن تتهاون مع التحرش، لن تتهاون مع اي حاله من حالات الظلم، سواء بقى كانت ظلم ضد رجل او ضد امراه. انا بحلم باليوم ان كلنا في مصر وكل الانسانيه تعيش بيئه تنافسيه عادله قائمه على الكفاءه وعلى انجاز العداله.